السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم الإخوة في قناة محس كينر، قناة من تخصص في الشحنات. شنو هو الإحساس ديالك فاش كتكون مريض بالروح؟ المهم الإخوان، عندنا واحد الحمولة اللي جات دبل، ها هي كما كتشوفوا. غنمشيو إن شاء الله لخارج المدينة، احنا وقفنا في قيف تا واحد ماشي، مشيو على بركة الله. المهم هذاك تشالنج أو تحدي. المهم اليوم قررت نهضر بالدارجة ولا بالعربية ولا باللي سميتها، نقولو كاع بالشلحان هنا مش بينا كاع شي عربية. زود غير دغيا سيدي، دار نحس طوب احسن سيدي، نوقفو. الو اش قال انا سيدي؟ نوقف غادي نمشيو. صافي سير الله، خوا الطريق لا بارك الله. اش كيجيك الاحساس فاش كيكون مريض؟ الحلاق، جميع الأمراض. المهم أمشو ب45 كيلومتر، ماشي كيلومتر، بالميل أور في الساعة. 45 ميل راهي باقي لها شي 85 ولا ما عرفت 80 ولا 85، ما عرفتش بالضبط شحال. أي شواج أشواج ش بلاتي. المهم كيما قلت لكم غادي نمشيو لخارج المدينه، غادي نشدو اليسر واحد ماشي حتى شي واحد، ما عرفتش غادي ندورو على اليسر نيت ولا على اليمين. هاد اليسر المهم نشدو اليسر، نحترمو القلب بحالنا بحال الناس. اسمحوا لينا الاخوان. المهم الطريق ديالنا هي هادي، غادي نوقفو حيتاش كيبان ليا ندير الضو الاحمر اللي كاين. حنا غادي نشدو اليسر لهذا، كاليك اونلي اليسر. المهم اسيدي غادي نوقفو، مكرهناش يكون عندنا الضو الاحمر بحال هكا في المغرب، يعني صحاب اليسر بوحدهم وصحاب اليمين بوحدهم. ماشي انت كتجي كتلقى الناس بغا يدورو، شي بغا يدور على اليمين، شي بغا يدور على اليسر، شي باغي اليسر ويرجع لليسر. المهم ما كرهناش يكون واحد الدور احمر بحال هذا في البلاد من هنا مستقبلا ان شاء الله بحول الله. وحنا البلاد ديالنا راه غادي وكتطور، اللهم لك الحمد. ما خصنا نتسناو حتى يشعل الاخضر. هكا 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 على الماتيريال منين وقفوا هادو على الجهة اليسار. هادي غندوز انا شتيه، هو على بركة الله. كبروا الدورة بحال هكا باش ما نقيس حتى واحد، ما نضرب حتى شي واحد. هاهي الرويضة الأخيرة دازت نيشان، ما نسو حتى شي واحد، ما نضربو حتى شي واحد. سياقة احترافية مهنية. ألو اش قال؟ مهنية؟ مالك انت عندك ربوك في الحياة الواقعية ولا؟ المهم هنا نتسناو تاني واحد شي شوية. شكا غوت علينا هاد الكاميرا هادي كطول. سير اخويا سير سير سير، حنا راه ضايرة على اليسار. سير سير الطريق ديال اصلا بيضاء على اليمين كما العادة. شي بدورة كبيرة ديال اتحشم مع حتى شي واحد. سير مع الشانطي ديالك، مشي شوية بشوية تو كان وصل. المهم 75 ميل اور، شتي 75 ميل اور، 140 كيلومتر في الساعة. هادي كشري راح كاع بعض الناس كيشوفوا الفيديوهات في التيك توك والمنصات من غير التيك توك والفيسبوك والريلز، كيبان ليه شي كاميو برازيلي غادي 180 كيقول لك كيفاش تاع هذا الكونتور ديالو يلاه فيه 120. ولا الكاميونات ديال الامريكان راه كيمشيو اكثر من ديال اوروبا. نزيدك واحد المعلومه اخرى، وان الرويده ديال الكاميو راه ماشي هي الرويده ديال الطوموبيل. اذا نفترض ان الشاحنه كانت غاديه ب 120 كيلومتر، فخاص الطوموبيل تمشي 120 كيلومتر دوبل، يعني خاصها تمشي سيدي 240 كيلومتر في الساعه باش الله تقد قد هي والكاميو. هذا الشيء من الحوايج اللي ما قراوهمش لكم واقعي. اذا فاش كتشوف واحد الفيديو ما عرفت واش شفتو من قبل ولا لا، ديال واحد خونا كيتسابق هو واحد بي ام، واحد مول ميرسيدس بي ام في ديك لوتوروت ديال المانيا،
اللي فيها الصورة غير محدودة، تصير حتى ب 200، تصير حتى ب 996. كانوا هما متسابقين بعضياتهم، جا واحد السكانيا داز بيناتهم بجوج وما فهم والو. هذاك مول المرسيدس كيقول او كيفاش هذا تا داز، واه انا غادي ب 300، الاخر غادي ب 300، كيفاش داز هو؟ يعني الرموك الا كان كيمشي تاني ب 140 ولا 150 ولا 160، اخص الاخرين تقلب تاني تشوف عندهم تاني القضية، خصهم يمشيو ب 300 ما شاء الله يكونوا قد قد مع الرموك. الشركة، احنا وصلنا للشركة دابا. انا اش كندير؟ غادي نرجع شوية مشاركة ايوا نزيدو لقدامنا. هو دابا كيقول لك ضغط على اونطري باش تفادى زعما داك مشاريع، يعني مش نشدو مع تشالنج نشوفو واش نقدو نديرو شي حاجة. واخا حنا مرض شتي، مرض حتى النخاع الشوكي. اها اي واحد خطأ، واحد خطأ درناه ما كانش خصو يدار. المهم غادي نزيدو شي نزيدو شي الكتاب بحال هكا ونكفو. المهم دابا نرجعو للإخوان مشاريع. هلا انا ادخل هلا شوية كمان نضربو شي واحد من ليه من هداك شي واحد هداك، ولكن واخا هكاك طبلة عاوجة كيما كتشوفو. نمشي شوية للقدام بركة علينا، شكلتو داكشي مع حقوق. ها دابا واش بجد كما كنشوفو الاخوان، الفاكتورة عندنا كاع داك الوقت خاص يوصل تي الوسط بيبر الورق تيليفري فروم مدينة الى مدينة نفس المدينة. درايفر درايفين تيستينت يعني المسافة اللي ضربنا 88 ميل اور. تيم تيكن 29 يعني وصلنا في 29 دقيقة. ريال ريال زعما اللي في الحياة الواقعية. والمازوت اللي خسرنا من هاد الحميلات 12.5 مازوت. والورد اوف تراك كونتراكت كومبليت يعني شحال من حمولة وصلت انا اونجينيرا في الامريكان تراك 1159. ايوا كندلو هنا هنا سيتي باس زعما داكشي اللي ربحنا سيتي 1823 دولار 142 اكس بي ليفل بونس يعني ليفل 154 زائد 1223 زائد الرجوع الى الوراء شتي الخلف يعني شحال شحال مزيان ترجع مشاريع بالكم يوم تربح 270 اكس بي. الا كنتي راجع مشاريع بالدوبل وبالدوبل شحال يساوي؟ يساوي 142 على هذيك 200 وهذه هي 412. المهم داكشي المليح وصافي نديرو الكونتيني. نلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله، واتمنوا الشفاء للجميع بسم الله اجمعين المرضى. السلام عليكم، ما تنسوش ديروا لي الاشتراك تابوني.